السلام عليكم. اختار الناخب الوطني المغربي وليد الركراكي مقابله وديه قبل ما يلعب مع كرواتيا ان شاء الله الماتش الاول في كاس العالم بقطر. اختار مقابله وديه مع منتخب جورجيا وذلك يوم 17 من هذا الشهر ان شاء الله يوم الخميس 17 بمدينه دبي بدوله الامارات العربيه المتحده على الساعه 7 مساء الخامسة توقيت المغربي ان شاء الله. نتمنى المنتخب تاعنا المغربي يكون حاضر وحاضر بقوة ان شاء الله في كاس العالم قطر.